مع الأسف الشديد منعنا من التعبير عن مشاعرنا وعن تضامننا مع الشعب الفلسطيني في محنته وفي دفاعه عن القدس وفي دفاعه عن الأقصى. ولذلك لجينا فقط باش نقولوا السادة المحترمين لكل الإخوان والأخوات اللي لبوا النداء وجاءوا رغم أنهم قرأوا المنع، فجينا نقول لهم بأنه الوقفة يعني ما بقات لأنه تم المنع ديالها ولأنه اتحرمنا من فرصة التعبير باسمنا وباسم كل الشعب المغربي عن موقفه الدائم. منعنا ضد الدستور، منعنا ضد القوانين، منعنا 19 من قانون الحريات العامة، وعلنا عن حضوري بصفتي منظم بصفتي مسؤولا عن حفظ الامن العام ووجودكم من انظار الامر وامركم بفضل الله المغربي الصلاة حالا. حنا خدينا القانون عليكم العقوبات بعدين 21 من قانون الحريات العامة. دعونا لهذه الوقفة لنتضامن مع هبة القدس في إطار مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، وجئنا إلى مكان الوقفة قبالة البرلمان لنسجل محطة خزي أخرى، وهي أنه في بلد يترأس لجنة القدس تمنع وقفة للتضامن مع القدس في الوقت الذي جيش الحرب الصهيوني وشرطته العنصرية وقطعان مستوطنيه يدنسون مصر رسول المغاربة ومليار ونصف المليار مسلم في العالم. هذه فضيحة أخرى تنضاف في سياق الخزي والعار منذ 10 دجنبر و22 دجنبر المشؤوم، ولكن الشعب المغربي قال وسيقول وسيبقى يقول ويردد بأن التطبيع خيانة وأن فلسطين والمقاومة أمانة والقدس هي عاصمة المغرب. الدولة تتصرف على خلاف ما تدعيه مرارا بأنها مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني ومع حقوق الشعب الشعوب في تقرير مصيرها، وهو موقف لا يمكن إلا أن يكون مدانا وترفضه الجماهير الشعبية بجميع فئاتها. ما يخص الوقفة أقدر بأنه بالنظر للحيثيات والتتبع اللي كنا نتابع جاءت في وقتها، وطبعا الحمد لله أنه توج صمود المقدسيين وهبتهم بالانتصار، ولكن ما زالت القضية والأخطار محدقة بهذه القضية وبالقدس وبالأقصى، وبالتالي كانت وقفتنا رمزية من أجل مساندة الفلسطينيين وصمودهم ومقاومتهم في وجه الاعتداءات الصهيونية والجرائم الصهيونية المتكررة. نتأسف للمنع الذي تعرضنا له وتعرضت له هذه الوقفة ووقفات أخرى سابقة، حيث لا مبرر له ولا مصوغ، حيث أنها وقفة رمزية تحترم فيها كافة الإجراءات وتعبر عن نهض الشعب المغربي وعن دعم الفلسطينيين الذين يحتاجونه في هذه المرحلة بالذات، خصوصا أن المغاربة يعتبرون فلسطين قضية وطنية.